يخشى علينا أن نكتفرح أخي المبارك برسالة عبر الواتس وبمقطع عبر الواتس وتدخل على الحالات للمشتركين معك في الواتس وتتابعها بالساعات الطوال، ثم إذا أتى مقطع فيه قرآن وفيه آية مررته سريعا يخشى أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يخشى عليك إن كنت تنفق الأوقات الطويلة متصل الآن متصل الآن متصل الآن مع البشر ثم تقطع صلتك مع رب البشر تبارك وتعالى.